أيوة سيب دي يا جون. رجال الكرام معنا اليوم استنى يا جوني، ظهر في حاجة مهمة. سفير ديفيد ماك. I adore this film. سو شفته أكثر من 100 مرة ولسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس. Are you crazy؟ جوني سوري، أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه يا عمدة؟ يعني like حبة حلوين. اوكي الحبة الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي I'm sorry. من النهاردة هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. happy؟ come on. البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمدة؟ نسيت ان العمدة ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته اتواصل معاه شوية؟ سيب الموضوع ده عليا، انا عندي الحل. spirit man. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبة اللي عاملاها في الناس ده؟ حتى هنا في مصر الميديا عاملة شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعة؟ 2 مليون قطعة ومضروبين. ده المزريطة لوحدها شارية ولا 10,000 قطعة. اوكي طب يو نو ان الدمبلز الثلاثة كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجلة؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا السهر. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو انا بطلة يا جوني. اوكي بطلة ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناة المزاريتا تشانل، قول مش كده؟ الفكرة دي جامدة جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب، يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت عن